بقول دايما في المشمش، في المشمش دي لما تيجي، يعني لانه المشمش عمره قصير، يعني بمعنى فترته قصيره جدا، يعني بيقعد مده قليله وتلاقي المشمش اختفى من الاسواق. يعني المشمش عندنا بقى يعني على وشك انه ما تلاقيهوش خالص، يعني حتى في المشمش اللي كنا بنقولها على اعتبار انه عمره قصير، يعني فلا يعني لم يعد له اي عمر بسبب المبيدات. واحنا عندنا محمد علي تحديدا كان اهتم عمل القريه اللي هتشوفوها دي للعمار علشان زراعه المشمش تحديدا. شوف الراجل كان بيفكر بسياسات زراعيه متكامله وصناعيه متكامله، لكن احنا بنضيع كل ده وبايدينا احنا. يعني المبيدات يعني خلت المشمش اللي احنا كنا بنستخدمه بمثابه تعبير للحديث عن قصر العمر والمده إلى أنه خلاص يعني أصبح منعدما ويكاد ينقرض. مش بيتربى زي الطفل، زي الطفل. نجيبها شجره صغيره نزرعها نسقيها نراعيها لحد ما تكبر، بتاخد من 10 ل 15 سنه علشان تبقى بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. القريه يكاد يكون الاساس فيها هو المشمش، وده راجع لفتره محمد علي باشا لما مسك الحكم 1805. بعدها بسنتين بالظبط ابتدى يهتم بالمجال الزراعي على مستوى الجمهوريه، فابتدى يجيب خبراء على مستوى عالي جدا جدا وينزلوا كل قريه من قرى الجمهوريه. وطبعا نظرا لان ارض العمار فيها عناصر غذائيه معينه، فمشمش كان من اجود المحاصيل فيها ولا زال ارتبط بها وانتشر في قريه العمار لحد يومنا هذا. ومن ساعتها واحنا مشهورين بالمشمش. المشمش كمحصول فترته قصيره جدا، فبالتالي ارتبط كلمة المشمش بالفعل المستحيل أو الصعب تنفيذه. مثلا لو واحد عنده بنت بتتجوز يقول لك إن شاء الله بعد المشمش هنعمل كذا، أي مناسبة بالنسبة لهم، لبس أطفال، أي حاجة كتبتها في المشمش، لأن كان المحصول ده هو الأساس بتاع البلد. الطفل قبل الكبير بيبقى مستفاد في الموسم ده. بعد جني المحصول مباشرة كل واحد عايز يجهز بنته بيجهزها، عايز يجوز ابنه بيجوزه، على أساس إن المشمش بيطلع ويمشي وناس ما كلتش المشمش وناس ما شافتش المشمش، لاني بيطلع فتره قصيره جدا. احنا اتولدنا على انه يقول لك العمار هي اساس المشمش. في مشمش حموي اللي حضرتك تاكل المشمشه، بعد كده تاكل النواه بتاعتها كمان تبقى زي اللوز. في البدري اللي بيطلع في بدايه الموسم بحيث نبعد عن المشمش اللي هو الجبل اللي هو الكنين والامل والكلام ده، بحيث نبقى احنا المتواجدين في السوق لوحدنا. لما تيجي تبص المشمش الجبل ومشمش قريه العمار، تلاقي مشمش قريه العمار بيتميز بريحته وبطعمه اللي موجودين منذ مئات السنين. من سنه 2000 ل 2003 ابتدى المشمش ما يجيبش، وكنا خدنا صفقه ادويه ومبيدات عن طريق الجمعيه الزراعيه دمرت المشمش حرقته. فالمشمش كان ساعتها قبلها كنا اللي يجي يتجوز يتجوز طبعا على المشمش. بيرجع تدور شجره المشمش نفسها لاسباب معينه. منسوب الميه ارتفع ادى الى في حصل فيه مرض في الشجره السمخ، بصيت لقيت الورق بقى يسقط، الشجره نشفت، بدات اقطع فيها. النقطه الثانيه ان اشجار المشمش ما لقتش اي اتجاه من الجمعيات الزراعيه بالاهتمام بها، ولا زال الامراض سواء كانت امراض عن طريق الجذور او امراض عن طريق المجموع الخدري ادى الى تدهور اشجار المشمش، وخاصه ان المبيدات اللي بنستعملها ما بتجيبش نتيجه مع محصول المشمش لان غير متخصص في المبيدات. 2018 كان المحصول لا يتعدى 10%، لان احنا فعلا اتاذينا قوي قوي السنه دي بسبب العوامل الجويه وبسبب الرش الفاسد. يا ريت وزارة الزراعة تتواصل معانا من دلوقتي عشان الموسم القادم ما تبقاش نفس المشكلة اللي احنا عايشنا فيها السنة دي. حموية مشمش، بلدي مشمش، بلدي مشمش، حموية مشمش، حموية 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 مشمش.
طبعا السياسات الزراعية عندنا اللي أدت إلى هذا الوضع، يعني طبعا شفتوا التقرير عملناه حتى بشكل جمالي لأن المشمش يستحق أن نتغزل فيه، لكن للأسف الشديد هناك من يدمره، يعني فيش سياسات زراعية حقيقية. وجاء وزير زراعة ومشي، ويعني وإحنا طبعا من برنامجنا ده شن حملة على وزير الزراعة اللي رحل، خاصة أنه كان في مخالفات فساد، وقلنا بصوت العالي كده عندنا وقائع فساد ومخالفات فساد، والراجل يعني هو ما طولش وما قعدش، لكن نتمنى أنه الوزير الجديد يضع السياسات الزراعية نصب عينيه، أنه مش ممكن أبداً تبقى عندنا يا جماعة كل هذه الثروات الزراعية ونسيبها ونغتلها بهذا الشكل، يعني مع اهتمام الدولة بأنها توسع الرقعة الزراعية، تعالوا نشوف ازاي كمان محتاجين وزير يضع سياسات تنقذ أحوال الزراعة في مصر. يعني ومش عايزين نقول بقى في المشمش، يعني حد ممكن يقول لك انت بتقول انقاذ الزراعه في مصر، بقى يعني قابلني في المشمش، يعني لانه خلاص بقى اصبح تعبيرا عن المستحيل، يعني الوقت الضيق والعمر القصير يعني.